السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في قضية البوسنة وزيارة الصيف لبعض الدول العربية وكذلك مصر. بدأنا ببريطانيا ثم قطر ثم البحرين ثم الإمارات ثم الكويت، والآن نذهب إلى مصر. فاتفقت مع نقابة الأطباء اللي هي لجنة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء، وبموافقة الدكتور حمدي السيد اللي هو النقيب العام، ربنا يديله الصحة، يعني ننزل مصر. ولما اتصلوا بي قلت لهم احنا ننزل في مصر في ضيافة النقابة زائد في ضيافة جهة رسمية كبرى، فاستطاعوا من خلال العلاقة الجيدة ما بين نقابة الأطباء في مصر ومشيخة الأزهر ان نكون تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر رحمة الله عليه الشيخ الأزهر، الشيخ الجامع الأزهر، الشيخ قاضي الحق رحمة الله عليه. فكنا احنا في ضيافة الشيخ الأزهر إلى آخره. رتبنا البرنامج. كيف رتبنا البرنامج؟ لمصر دولة كبيرة ودولة فيها حساسية كبيرة جدا بالنسبة للمواجهات ما بين السرب وما بين اللي هم المسلمين البوسنويين، وفي مصر في مسيحيين وفي مسلمين إلى آخره. وكان ساعتها يعني حكومة حسني مبارك موجودة، وحكومة عاطف اللي هو رئيس الوزراء عاطف صدقي. المهم يعني رتبت انا مع الناس ان احنا هنوصل يوم الخميس، ويوم الجمعه ان شاء الله تكون اول خطبه للشيخ في مسجد الازهر الشريف اللي جامع الازهر، وبعدها نبتدي ان البرامج بتاعتنا في زيارات ميدانيه لمحافظات مختلفه في مصر يعني. وفعلا تمت موافقه الازهر الشريف وفضيله الامام الاكبر يعني تحت رعايته، ونزلنا في فندق المريديان القديم اللي هو كان في جاردن سيتي قبل فندق جراند حياه ما يتعمل. ووصلنا مطار القاهره من الكويت، قادم انا والشيخ صالح جولاكوفيتش، وكان في استقبالنا طبعا المراسم الى اخره زائد وكاله انباء الشرق الاوسط. طبعا ده كان ترتيبات اللي هو ترتيبات ايه؟ ترتيبات شيخ الازهر ومكتب شيخ الازهر رحمه الله عليه. فعملوا معانا حديث صحفي في هذا الوقت، وطبعا وكانت انباء الشرق الاوسط وزعت الخبر على كل الجرائد. فيوم الجمعه صباحا طبعا احنا رحنا على طول على الفندق اللي هو فندق اللي هو المريجن اللي كان موجود في جاردن سيتي، وتوزعت. فنزل الخبر وجودنا او وصولنا هو وزير الاوقاف او رئيس المشاريع الاسلاميه في صفحه الدوله في مصر في يوم الجمعه. طبعا احنا ما خدناش بالنا لان احنا رحنا عشان نصلي الجمعه. فطبعا يعني ترتيبات الشباب المتطوعين في النقابه كانت يعني بسيطه جدا جدا. كنا عم نقول لهم ياجروا لنا عربيه بسواق عشان نتحرك فيها، لكن كان كله ماشي بالتاكسي، شغل بقى ايه يعني شغل جمعيات. المهم يعني رحنا نصلي الجمعه في المسجد في الازهر الحمد لله. وبعد الشيخ العدوي رحمه الله عليه ما خلص الجمعه خطبه الجمعه وصلاه الجمعه، قدم للشيخ صالح جولاكوفيتش عشان يتكلم. طبعا الناس في المسجد يعني كانوا بالالاف، رجل وجدوا رجل لونه ابيض احمر عينيه زرقاء ولا مش عارف، مش حتى الناس يعني كذا بيتكلم باللغه العربيه الفصحى. طبعا الناس يعني والبوسنه ومش البوسنه ويعني عشان نرفع الوعي، مستوى الوعي. وطبعا يعني المسجد وقف على رجليه، آلاف المصلين. مين اللي كان خايف بقى وهو بره؟ الأمن. الأمن واقف بره مرعوب. مرعوب ليه؟ لأن احنا ضيوف الدولة، وفي الصفحة الرسمية احنا ضيوف الدولة، وكذلك ايه تاني يا ربي؟ مع الصفحة الرسمية احنا ضيوف الدولة، واحنا كذلك يعني في المسجد الجامع الازهر اللي هو فيه آلاف مؤلفه من الناس يعني ايه. المهم الراجل اتكلم الكلمتين بتوعه دول، انا اتكلمت كلمه بسيطه، الشخص اللي كان الاخ اللي كان موجود من النقابه اتكلم كلمتين يعني ربنا يوفقه فيهم، مفيش داعي ان اعلق عليها في الوقت ده. وخرجنا طبعا يعني الامن كان واقف على رجليه وخايف اي حاجه تحصل. ليه؟ لان خايف من اي مصادمات ما بين الناس وبعضها. طبعا كميه الشتيمه وكميه السب على الحكومه ودول الحكومه دي كان وارده جدا في المسجد في الداخل، وعايزين نروح نساعد، عايزين نروح نعمل كذا، الناس المتعاطفين من الايه؟ من المصلين هناك. بعد كده احنا رحنا البيت عندنا، كنا معزومين يعني، ودي
في البيت عندنا وعرفنا الشيخ صالح على الوالد والوالدة رحمة الله عليهم. وفي اليوم ده أنا اتفقت مع والدتي بعد ما خلصت درجة الدكتوراه وخدت الشهادة، جبت لها الشهادة في مصر، قلت لها خلاص يا ماما أنا يعني مش هبقى دكتور بعد كده. هو قالت لي يا ابني خلاص أنا راضي عنك، افعل ما شئت يعني خلاص. والدي كان فقد اللي هو الذاكرة بعد ما عمل كذا عملية في السن ده، وكان كل شيء الوحيد اللي كان بيتذكره هو القرآن. وأما والدتي فقالت لي يعني افعل ما شئت إلى آخر. وهم على العموم يعني رجعنا بعد كده هو على الأوتيل، وأنا خلصت هو يرجع على الأوتيل، وأنا فضلت في يعني بيت مع أخواتي إلى آخر. بس كنت قلت له يا شيخ اوعى تعمل تكلم حد او تتفق مع حد او تعمل اي حاجه او تسمع لحد يقابلك او يقابلك من غير ما تقول لي انا عليه، علشان ما تحصلش مشاكل. لان انا عارف مصر انها كلها مشاكل، ممكن اي حد يخش ياخد منه اي تصحصح فيه او اي شيء من ده. فنروح هنا في المشكله في هذا الامر. طبعا هذا الموضوع يعني حاولنا بقدر الامكان اننا نحافظ عليه، لكن يعني تأتي رياح بعض الأحيان بما لا تشتهي السفن. دي كانت أول محطة لي في القاهرة من خطبة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف، وبعد كده هنلتقي في محطات أخرى. والسلام.